أكيد كلكم متابعين دلوقتي البيان العاجل اللي صدر من وزارة التربية والتعليم واللي نشره رئاسة مجلس الوزراء على صفحته إنه هيتم تعديل بعض المناهج في الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد عشان يتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم، وهيركز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، وإنه هيتم إعلان تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد. وعشان دايما متابعين معانا لينا مصادر خاصة بتأكد إن مناهج رابعة ابتدائي هتتناسب مع عدد أيام الدراسة، والتعديل هيشمل تخفيض عدد الدروس في جميع المواد بما لا يخل بهدف كل منهج. زي ما احنا متابعين ان كان في لخبطة كتير في مناهج الصف الرابع الابتدائي خلال الاعوام الماضية، ولكن قرر الرئيس او قرر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي النظر الى منهج رابع ابتدائي وتعديله، وهيتم اعلان ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد. يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت ايه اللي انت محتاجه في سنة رابعة لابنك عشان يوصل للمسؤولين، وشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس.